وإزاء انتهاكات العدوان السعودي لهدنة وقف إطلاق النار التي أعلنتها الأمم المتحدة. أطلقت القوى الصاروخية للجيش واللجان الشعبية، أطلقت قوة الإسناد الصاروخية للجيش واللجان الشعبية صاروخين بلستيين، الأول من نوع قاهر واحد على تجمع لقوات العدوان في نجران، والثاني من نوع توشكا على معسكر تداويل استهدف تجمع لمرتزقة العدوان في مأرب. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان أن هاتين العمليتين في إطار الرد على تمادي قوى العدوان وخرقها لوقف إطلاق النار، ولفت إلى أن قوات العدوان ومرتزقتهم لم يتوقفوا لحظة واحدة عن عملياتهم العدائية جوا وبرا وبحرا، ولم يلتزموا بوقف إطلاق النار في الوقت الذي التزم الجيش واللجان الشعبية بذلك، فكان لابد من الرد على هذا التصعيد. ينعم المواطن في مدينة النقود بمديرية عسيلان محافظة